استاذ محمد، اخبارك يا باشا؟ الحمد لله تمام، الحمد لله كل عام وانت يا باشا. الاخوه مش هيكون مطيب على فكره، وانا والله اسعد وبحب لقائك والله. ربنا يبارك لك يا باشا، ربنا يبارك لك. اكيد الناس بتستفيد يعني، ربنا يبارك لك يا باشا. احنا نحب نفيد الناس. خش يا باشا، اتفضل يا دكتور. فهي العمليه كلها ضمير مش اكتر، وربنا ييسر ورزق مش محدش يزعل يا جماعه. يا صباح الرزق يا صباح الرزق. احنا شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يحفظك. ده يا مان، يا مان اللي هو الهولندي. لا ده بعد النهارده في السوق والله، يعني لسه دلوقتي حالا. الحمد لله، ربنا يبارك ان شاء الله. الحمد لله. انا بقالي جمعتين ما بنزلش. عايزين نتكلم مع حته الدور. ممكن خلي بالك، ممكن الموضوع ده يعمل عليه فيديو يقول لك ده حته بتتكلم وتمسك النضاره وتعمل. هي الدور عامه بطبيعتها بتلعب عشان الناس تعرف. لما يكون حتى هادي ولا حاجه امريكا حتى ما شاء الله. طب نبدا الحته دي. ايه دي حته امريكا عامه؟ دي بتاع دي دور امريكا. بسم الله ما شاء الله. انسى انا شربت انسى كبيره بلغه. اه دي بسم الله ما شاء الله، عيله كويسه محترمه. هي مش بتاعته والله، بس الامانه يعني عامه هنقول فيها عصفور. بسم الله ما شاء الله، هادي محترم، حجمه حلو، سنه مش وحش يعني عامه، وصاحبه يعني مش طماع او جشع زي الجماعه الثانيه. الحته دي كبيره صح كده؟ اه بسم الله ما شاء الله. اول شغل لسه مش شغالش عامه، عشان برضو يبقى المشاهد عارف. دي متاح نعرف سعرها ولا صعب؟ لا عادي مش مشكله. دي عامه صاحبها طالب فيها من 9 ل 8 ونص. 8 ونص 9. اه طبعا في الدور تحت منها هنا، في اللي هي المصبعه زي دي، في هنا الهندي، في هنا طبعا الموف، دي برضو طبعا دور الهندي. منتهى الجمال بسم الله ما شاء الله، وحكام حلوه حلوه. يا ابني خلاص انا وانا راجل كده شفت قص بسم الله ما شاء الله انجليزي حجمه محترم جدا. اه لا بسم الله ما شاء الله في الانجليزي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ده عامة انجليزي الرمادي عامة، ويمكن مطلوب بصيغه مستمره الرمادي والانجليزي بس الاول. يعني لما تيجي الجماعه بتوع الغواية بتوع الانجليزي ما نيجي نسالهم فين الانجليزي، يقول لك الانجليزي راح فين. وعامة اللون الرمادي مطلوب جدا ومطلوب تدور عليه. اه مطلوب وبسم الله ما شاء الله. ما بيخش في طفرات. ايوه. ده كويس بسم الله ما شاء الله. القص ده شغال. اه طبعا القص واخد بعضه بسم الله ما شاء الله. ده الذكر اهو، هتلاقي حجمه بسم الله ما شاء الله، حجم اللي انت شايفه قدام منك ده. ده ذكر بسم الله ما شاء الله، وذكر وانتهى. واخدين بعضيهم بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تمام. حجمهم حلو وسنهم برده مش وحش يعني. وقص يعني في منتهى الجمال بسم الله ما شاء الله. وربنا يبارك اللي ياخده يعني. وده برده ذكر عامة انجليزي واخد نتاية، عندها عقة بس شغالين مع بعضيهم. برضه يعني مش وحشين بسم الله ما شاء الله. واهم حاجه الواحد لما بيبيع طبعا، وده اللي لافت انتباهي ليك يا حاج علي، حته ان لو في اي شيء في الطير انا بقول بكل صراحه. ما انت هتقول، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك من غشنا فليس منا. من غشنا فليس منا. نعم. طيب. طبعا الكوكتيل زي ما احنا عارفين رافع رفع الايام دي ده. ماشي. اه لا كوكتيل بسم الله ما شاء الله. ده يعني هو في مصبعه، حته مصبعه، حته بريل. وحته ايزابيل برضه حلوه بسم الله ما شاء الله. في اجمل بقى منهم الكناريا طبعا، فيهم حاجه حمراء زي كده جميله بسم الله ما شاء الله. فيهم حته الخضيري ده، ده الخضيري اه اللي معاهم. وفي حته حسون، عشان الجماعه في واحد بيشتري حسون ويقول لك الحسون مات ليه؟ اقول لك مات ليه؟ ان الصيد اللي انت بتبقى واخده سيادتك صيد جديد غير القديم. عاوز تعرف الجديد من القديم؟ بص الرجل. يعني انت لما تيجي تبص ده هتلاقي رجله بيضة. لما تبقى فاتحه كده اه تعرف ان هو قديم، انما لو هي غامقه تعرف انه اسود، ان هو صيد جديد. في ناس كتير بتكلمني يقول لي اصل انا خدنا الحسون ومات، فانا برد عليه وبقول له انت استرخص وفاكر ان هو اللي ادالك بسعر كويس، وان انا لما اقول لك الحته ب 800 او 900 او حاجه خلاص ب 1000 ونص يبقى انا بغشك. لا انت هتجيب وفي الاخر هتلسع، لانك ايه؟ ان انت هتخسر مره واثنين وثلاثه وتدفع نفس السعر في الاخر. ده بالنسبه للحسون. انا بالنسبه للحسون ما بتكلمش فيه يعني كتير عامه. الحسون عامه عصفور صيد مش وحش، وبسم الله ما شاء الله يعني في صوته لو ربنا كرم فيها يبقى كويس. صوته في منتهى الروعه. اه طبعا، وان شاء الله لو اتكلم كناريا هيجيب بندوق طبعا. لو جوزناه الكناريا الحسون هيجيب بندوق، والبندوق طبعا صوته احلى من الاثنين. بس هو للاسف البندوق ما بيشتغلش. لا لا عصفور ما بيشتغلش، وفي منه زكرار واناس، عشان برضو معلومه. انا طبعا يمكن الناس افهم. اه لا ما بيشتغلش. بندوق ما بيشتغلش، هو صوت بس. والنتايه برضو بتقسم بس ما بتقسمش زي الذكر. لله على المنون. اه انا اعرفه ان بيبقى البندوق ده صوته اروع كمان. لا بسم الله ما شاء الله. بسم الله ومن افضل سبحان الله. ومن الكناري. اه لا بسم الله ما شاء الله. ده بالنسبه لك طبعا. في طبعا اذا كان الشوش طبعا عرفناه، والفولة اللي عرفناه، والانجليزي عرفناه، والرمبوات عرفناه، والبلاك وينج طبعا عارفينه، كل ده عارفينه. والحاجات دي كانت بفلوس زمان، البلاك وينج والحاجات دي اللي هي انتهت عامه الوقت. والتركبات الرينبو برضو مش ماشي.
جميل يعني. البلاك وينج سعره تراجع خالص. ايوه فين ايام زمان ده من ضمن العصافير اللي يا ربنا يكرم فيه. بس اه وفي دي جاوة دي الفون عامة انتهى من السوق اغلبيته. في برضو يعني اما يريح شوية السحب ان شاء الله يبقى كويس هيبقى متواجد ان شاء الله. وبعدين مصر بخير يعني هتلاقي فيها ريحة كتير يعني شيء طبيعي مهما يكون مهما تخلص هتلاقي برضو يعني في واحد برضو مش ايه ما تفرش معاه حتة المادة وبرب العصفور الطير الطير للطير. والله احنا لما شفنا الناس كانت بتصفي من حوالي يعني بقالنا سنتين كده قلنا خلاص مش هيبقى فيه وقت. لا ارتفاع سعر الاكل برضو خلت الناس كده وبعدين غير كده وكده يعني سبحان الله. الناس بتبص الناس من رزقها. لو كل واحد فينا يخلي يشغل في حاله وفطره كلنا هننفع. بس هي المشكله في كده مشكله بالبنات. اه كل رزق من فضل الله. طب كلمنا على اليمن ده عامه ده اليمن اللي هم بيقولوا عليه اليمني او بيقولوا عليه الهولندي اللي هو مصبعات وبيض طبعا ده هو ده. عامة اليمام عامة في طبيعته اي يمام اذا كان اليمام ده او اليمام المسي بالطير في الاول والاخر طبعا في الابيض ده بعين حمراء منه. نفس برضه اللي هو نفس اليمام وفي العين السوداء. ما هو النهارده لو جاء عين حمراء في المصبع يبقى معاه فالو. دي بيضه بس برضه على طلاطين بسيطه. كلمة دي انا اشعر ما ده اصل ده هولندي ده برضه هولندي يا استاذ محمد مش المصري احنا بنشوفه. هو الهولندي برضه بيبقى فيه عين حمراء ونفس النظام فبيبقى اعلى شويه. طيب عايزين بس نحدث الاسعار بتاعت الجاوه. والله هنا الحمراء عامل كام دلوقتي؟ بص الجاوه عامه والله يا استاذ محمد مش ماشيه كلنا مش في السعر واحد في السوق عامه عشان الناس تعرف. واحد هتلاقي واحد بيبيع ب 500 واحد بيبيع ب 700 واحد ب 800 وهي لو تعاد الاسواق لبره السلع طبعا مش زيكم عارفين كل ده. هي مشكلتنا احنا في كده يعني لو حتى في سعر موحد كلنا يمسك على سعر واحد. بس برضو خلي بالك في ميزه هنا كل طير يفرق يعني الريشه السن العمر النظافه الحجم الصحه كل ده يفرق في سعر العصفور. طبعا وعندك طبعا ماسي وعندك في الدرام ده مجموعه الدرامات عامه جميله وفي طبعا الزبره اللي هم الاب اورانج ودول ثلاث انواع طبعا من العصافير اللي هم الفينيشات الحاجات اللي ايه الطير المهاجر حاجه اسمها شيك وينجز مش جولدن بريست لا لسه. الزبره اللي بقت دلوقتي الزبره بسم الله ما شاء الله ماسكه حديث الناس بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يبارك الناس واللي عنده طير يمسك فيه يا جماعه ما يفرطش فيه وزي ما قلت لك حاجه فربنا يخلف عليك برده كل حاجه. احنا بيموت لنا بألوفات مؤلفه فالعمليه كلها مش عمليه مكسب بس يعني انت لما تربي طير ما تقولش انا هكسب بس لا في موت وفي خساره وفي ربنا يسهل وكلها رزق في الاول والاخر. وكل عام وانتم طيبين وشكرا استاذ محمد على حديث الشيق ونتمنى يفيدنا كمان معلومات وكمان وكمان ولقاءات كتير ان شاء الله. سلام عليكم. طبعا مكان ام علي مكان ام علي ان شاء الله قدام قهوه سكر معروفه قهوه سكر قهوه عريقه. المكان ده زي ما احنا قلنا جنب ابو حبيبه على طول عند قهوه سكر. الى لقاء جديد وفيديو جديد مبسوط جدا بالمشاهده. السلام عليكم.